كان بخصوص المركز الصحي في ناحية القحطانية، قبل فترة يعني فتحوا بشكل رسمي وانطاهم الأدوية وبعدين رجعوا الأدوية مالتهم، شنو السبب هاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال مأماركم نود أن نوضح لجميع أبناء ناحية القحطانية بأنه مركز الصحي لناحية القحطانية سوف يتم استلامه بشكل جزئي، لأنه يتم استلام الأعمال المدنية حصرا، أما الأجهزة الطبية حاليا صار بها إشكال لأنه يوجد فرق بالأسعار بسعر الدولار نتيجة الأزمة اللي صارت في العراق، مما أدى إلى انسحاب مدير الشركة المنفذة عن التنفيذ الكلي للمشروع، ولكن بمخاطبات مع دائرة الصحة نينوى تم تشكيل لجنة للاستلام الجزئي لمركز الصحي لناحية القحطانية، وهذا الأسبوع المقبل إن شاء الله، وسوف يتم تجهيز المركز الصحي بالحصة من الأدوية في مركز ناحية القحطانية إن شاء الله الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. القرى التابعة لناحية القحطانية يعني كلها ما بها لا مراكز صحية لا مراكز شرطة، يعني فقط قرى وناس عايشة بيها والناس تخاف، يعني مثلا من ناحية الأمنية ما عندهم يعني لا مركز شرطة لا حماية. المراكز الشرطة أنت تعرف التقسيم، المراكز الشرطة هذا مسبق يكون مع وزارة الداخلية، فهو عندنا مركز شرطة في العدنانية ومركز شرطة في مجمع الجزيرة، لكن حاليا تم فتحا في مقر بديل في قضاء البعاج لحين تطهير مجمع العدنانية من المخلفات الحربية. تم إرسال كتب إلى قيادة عمليات غرب نينوى وإلى المحافظة من أجل إرسال فريق متخصص لإزالة المتفجرات من مجمع العدنانية، لأن حصل حادث في بداية التحرير مما أدى إلى سقوط ضحايا في المجمع. أما ما يخص مجمع الجزيرة، حاليا لا يوجد سكان في المجمع اللي بالعدد الكافي، موجود مجمع مركز شرطة الجزيرة مفتوح، ولكن عندما يتواجدون المواطنين في مجمع الجزيرة سوف يتم تحويل المركز من المقر البديل إلى مركز إلى المركز المخصص لمركز شرطة الجزيرة في مجمع الجزيرة. مجمع الجزيرة يعني تقريبا صار لهم سنة، حوالي 70 عائلة موجودة بمجمع الجزيرة يعانون من قلة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وهي شغلات. حاليا احنا تم إيصال التيار الكهربائي إلى مركز ناحية القحطانية، عندنا مشروع على أنه نحول محطة متنقلة إلى مركز ناحية القحطانية، ومنها يتم إيصال التيار الكهربائي إلى مجمع الجزيرة، لأن نحتاج إلى محطة لغرض إيصال التيار الكهربائي إلى مجمع الجزيرة وإلى القرى المحيطة بناحية القحطانية، لأنه محطة الكهرباء تم تدميرها أثناء احتلال داعش. حاليا عندنا تنفيذ محطة في مركز قضاء البعاج، ويتم تحويل المحطة المتنقلة من قضاء البعاج إلى مركز ناحية القحطانية لغرض إيصال التيار الكهربائي إلى مجمع الجزيرة وكذلك القرى المحيطة. بخصوص العدنانية يعني لحد الآن الهندسة العسكرية مرة يعني صرحوا نظفنا العدنانية والمنظمات اللي يشتغلوا بها، ولحد الآن الناس تخاف يعني ترجع، شنو السبب؟ أستاذ، استلام مركز مجمع العدنانية يجب أن يتم أكمال محضر من الجهة اللي أقامت بالتطهير وتتحمل المسؤولية، لغرض أنه عندما تعود العوائل إلى المجمع في حالة حدوث أي لا سامح الله أي انفجار تتحمل الجهة، سواء كانت منظمة أو الجهات الأمنية تتحمل مسؤولية أي انفجار يحصل في مجمع العدنانية. الجهات اللي قامت بالتطهير لم يتم تسليم أي وثيقة يتعهدون بأنه تم تطهير مجمع العدنانية بالكامل. بخصوص الخدمات عندكم خطة يعني بهاي السنة الجاية؟ عندنا الخدمات سوف يتم تزويدك إن شاء الله على شبكات التواصل الاجتماعي بكافة المشاريع اللي تم على 21 سوف يتم إنجازها في ناحية القحطانية، سواء في المركز أو في القرى المحيطة بناحية القحطانية، ومشاريع بقيمة 3 مليارات من تنمية الأقاليم إن شاء الله، وتم المصادقة عليها في محافظة نينوى، وكذلك يوجد مبلغ من إعادة الاستقرار لإعادة بعض الخدمات في المناطق المحيطة في مركز ناحية القحطانية. حاليا لحد في يعني حاليا مع المنتجات النفطية لم يتم الاتفاق على هذا الموضوع،
بخصوص الإنجاز في هذه السنة، لكن ممكن على العام القادم إن شاء الله يتم إنجاز محطة في مكسر ناحية القحطانية إن شاء الله. شنو رسالتك للناس اللي راجعين؟ يعني رسالتي للناس إنه ندعو جميع أبناء ناحية القحطانية بالعودة إلى ناحية القحطانية، لأن لا المنظمات لا تعمل في أي منطقة إلا بوجود السكان، هذا شرط أساسي لعمل المنظمات. وتعرف أستاذ إنه إحنا أكثر عملنا في بعاج تم الاعتماد على المنظمات الدولية لإعادة الخدمات وإعادة الاستقرار في قضاء البعاج، لذلك ندعو أبناء ناحية القحطانية بالعودة من أجل أنه تبدأ المنظمات الدولية بالعمل في ناحية القحطانية. من منبركم نطلب من الجميع تقديم طلبات إلى مقامية قضاء البعاج لغرض القيام بعمل كشف كامل وإعادة وإيصال الكهرباء إلى كافة المحلات الموجودة في مركز ناحية القحطانية، ونتعهد بذلك الشيء. تعويضات الصراحة احنا لا توجد لنا سلطة على دائرة التعويضات، بس مجرد عندنا لجنة فرعية في مقامية قضاء البعاج تستقبل أبناء البعاج وأبناء ناحية القحطانية من غرض ترويج المعاملة من القاضي إلى اللجنة الفرعية ومن بعدها إلى اللجنة في محافظة نينوى. شكرا. اسم وصفة أحمد يوسف حماد، قائم مقام قضاء البعاج.